السلام عليكم، أهلا بكم على حدث اليوم، لقاء يتجدد بسعد به معكم. الأمر في العراق على صفيح ساخن. التيار الصدري ومقتدى الصدر يقوم بحشد رجاله وحصار لمجلس القضاء. قام التيار التنسيقي ورجال الملكي بحشد الجماهير وإن هم يعني عبروا الجسر المعلق، وكمان وصلوا للمنطقة الخضراء وإن هم كانوا في إطار الاقتحام ليها. ولكن يعني السماح بمرور للتيار الصدري وعدم السماح للإطار التنسيقي، في الوقت ده تدخلت أمريكا والسفارة الأمريكية، بل أيضا في أخبار عن يعني طلب لتدخل بايدن نفسه. في إطار الأمر ده كله والزخم الكبير ده، القازمي رئيس وزراء العراق كان في زيارة للقاهرة في مدينة العالمين في الساحل الشمالي، وتم العودة سريعا إلى العراق. الأمور هناك تحتدم في بغداد، والتيار الصدري ومقتدى الصدر بالمعنى الصحيح يريد أن ينزع السكين من على رقبته. إيران من الممكن جدا أن تغدر بمقتدى الصدر، ولكن مقتدى الصدر يريد أن هو يعني ينهي الأمر لصالحه، ولكن ب يعني خوف حنين أن هو ما كانش مسرع. في تدخل أمريكي غريب جدا لبقاء الوضع على ما هو عليه أم لصالح طرف ضد طرف آخر. هنعرف التفاصيل كلها، لكن رجاء تفعيل الجرس وسبسكرايب ولايك لو عجبكم المحتوى. عزيزي المشاهد، اللي حصل النهاردة أنه التيار الصدري رجال مقتدى الصدر قاموا ب يعني محاولة للضغط على القضاء بحجة انه القضاء الفاسد، او ان القضاء الفاسد فعلا في العراق. ولكن هو فاسد دلوقتي ولا فاسد من سنين، من عشرات السنين؟ ولكن في الاخير انه هو يريد الاجهاز على مجلس القضاء، فتم حصاره من قبل رجال التيار الصدري. في نفس الوقت الاطار التنسيقي رجال الملكي ورجاله الآخرين قاموا بالحشد وعبور الجسر المعلق ووصلوا للمنطقة الخضراء، بل إنه الأمر وصل إلى يعني احتكاك ما بين قوات الأمن وجماهير الإطار التنسيقي اللي هي بتحاول اقتحام المنطقة الخضراء. في كل ده في اتجاه لقصر القازمي، إن هم عايزين، هو الإطار التنسيقي عايز ينتقم من القازمي، وإن هو عايز يعني يقتحموا القصر بتاعه، وان هم بيقوموا بالتصعيد. محاولة الاقتحام ديت يعني حتى هذه اللحظة يعني اللي هو يعني بالقرب من مغرب اليوم، لكن في الأخير ان هم لسه حتى الآن الأمور محتدمة. لكن التيار الصدري أو مقتدى الصدر أمر بانسحاب قواته. ليه؟ بعد تدخل أمريكا بالتدخل الفوري. بناء على ذلك مقتدى الصدر أمر رجاله بالانسحاب، ولكن القضاء اتخذ قرارات قانونية مهمة جدا بحق الفريق اللي هو حامد الزهري، ده قائد الفرقة الخاصة وآمر لواء 56 اللي هو مسؤول عن المنطقة دي، وإن هو سمح لمتظاهرين بمحاصرة مبنى مجلس القضاء. ده القضاء أمر بكده. في نفس الوقت ده احنا قلنا ان التيار الصدر بيحشد يعني بيحشد قوات كبيره جدا، والاطار التنسيقي ايضا. لكن في شيء غريب جدا بيحصل، قلق امريكي من محاصره او اقتحام المنطقه الخضراء في بغداد الان. تم الامر ده تم اكتر من مره في خلال الاسابيع القليله الماضيه. ليه امريكا قلقه الان وتدعو للحوار والتفاهم والهدوء بين الأطراف السياسية؟ في نفس الوقت أمريكا بتقول لا تتدخل في الشأن العراقي. إيه التناقض الغريب ده؟ يعني أمريكا في تناقض غريب جدا، تقول لك أنا ما بدخلش في الشأن العراقي. طب ما كنت تسيب المقتدى الصدر إن هو، أو يعني تسيب اللي هو مقتدى الصدر إن هو يعني يحاصر القضاء الفاسد، لكن تقول لك لا، إدت أوامر البعد عن المنطقة الخضراء، وان هو يبدو ان هو حصل اتصال بمقتدى الصدر فاصدر امره بالانسحاب. تناقض امريكي غريب جدا. الواضح جدا امريكا لا تريد تغيير العراق.
لأن يعني أمريكا معترفة بالنظام اللي هو يؤدي مصالحها في العراق. الصدر لما أمر بانسحاب قواته اللي هي التابعة للتيار الصدري من أمام مجلس القضاء والقازمي عاد من القاهرة، كل ده كله بسبب إيران اللي هي بتتدخل في العراق. أصبح العراق بلا سلطة، يعني مش بلا سلطة بس، بلا سلطة تنفيذية وبلا قضاء وبلا تشريع. يعني يعتبر العراق أصبح خالي من الأسس لأي دولة طبيعية. إيران بتقوم بتحريك القضاء العراقي التابع ليها الفاسد ضد مقتدى الصدر. طب السؤال، إيه هي الخطوة اللي هيتخذها مقتدى الصدر ضد مؤامرة إيران الجديدة ضد التيار الصدري؟ ما دلوقتي القضاء لما جه يعني بيتدخل وإن هو وقف قدام مقتدى الصدر، ومقتدى الصدر عايز يعني يقلم أظافر القضاء الفاسد، ده تبقى للكلام اللي موجود. مقتدى الصدر كويس وحش ده مش شأننا، أنا بقول اللي هو يعني الأمور اللي بتتم تتخذ على الأرض هناك في العراق. لكن مقتدى الصدر عايز يحاصر اللي هي أزرع إيران جوه، ومن ضمنها القضاء اللي إيران بتتحكم فيه. لكن في نفس الوقت لما يجي دلوقتي القضاء ظاهريا دلوقتي ان هو قدر يقف قدام مقتدى الصدر بمعاونة امريكا اللي هي ادت الامر بالانسحاب، وادت امر مقتدى الصدر بالانسحاب، السؤال هنا ايران اللي بتتحكم في القضاء، الخطوة اللي هتخذها يعني مقتدى الصدر قدام المؤامرة الايرانية اللي قدامه اللي موجودة دلوقتي قدام عينينا. مقتدى الصدر من الاخر امام مفترق طرق، اما القضاء على التيار التنسيقي اللي وقف قدامه النهاردة بصورة مباشرة مش زي قبل كده، وإنه التيار الصدري أو مقتدى الصدر يقوم باعتقال قادة التيار التنسيقي الملكي وغيره وغيره قبل فرارهم لإيران، أو إنه مقتدى الصدر أمام مؤامرة إيرانية تقضي عليه وتقضي على الكاظمي، وإن هم يصعدوا التيار التنسيقي. لكن إنما أتقدم خطوة وارجع وأتقدم خطوة وارجع، في الأخير اللعبة دي الغرض منها يا إما يعني إشغال الشعب العراقي وإن هو يبقى الوضع على ما هو عليه، ده يتقدم خطوة ودي تاني يجي قدامه ده كده ده يتراجع وده يتراجع، وأمريكا الأمر كده مش ظاهر قوي. ولكن تقدير الشخصي التحرك القادم في خلال الأسابيع القادمة مش هيكون محاصرة القضاء من مقتدى الصدر، هيكون محاصرة القصر الرئاسي، وده يعني محاصرة يعني رأس أو هرم السلطة في العراق. ده اللي هو هيكون ظاهر في الأيام اللي جاية. لكن في شيء مهم جدا لابد التنويه عنه، في ناس كتيره جدا تقول لك من مش مفيش حد هيجي يتولى السلطه في العراق ان هو هيفوز بالسلطه هناك غير اللي هم التابعين او اللي هو مقتدى الصدر، وان هو بيصر على ذلك. وفي ناس تقول لك لا ده ايران هي اللي بتتحكم في الامور في العراق، وان مفيش حد هيجي الا غير بموافقه ايران. تمام، سواء الصدر تابع لايران او التيار التنسيقي تابع لايران، في الاخر كلهم هم دول رجال ايران في العراق. لكن في شيء مهم جدا، كان في تسريب لاحد المسؤولين الامريكيين انه الملكي كان في الفتره السابقه كان يريد ان يتولى السلطه. التقاء الملكي بمسؤول الامن الامريكي على مستوى خارج العراق للتنسيق في ان هو كان عايز يتولى السلطه في العراق لفتره اخرى بعد الفتره اللي كان تولاها اللي هي 8 سنوات تقريبا او اكتر. فالمسؤول الامني الامريكي قال له لا،
الإدارة الأمريكية عندنا ليس لها رغبة في التمدد ليك، فابتدى أنه هو يدي أطماع لأمريكا في العراق أكتر، وأن أنا يعني هقدم لكم فروض الولاء والطاعة. قال له يعني هتعمل إيه أصلا، إحنا يعني موجودين في العراق. لا أصل أنتوا انسحبتوا، لا أصل أنتوا، طب أنا يعني ممكن يعني نقدر نتعاون أكتر من كده. فده يعني ذلك أنه مش إيران هي اللي بتعين الملكي، معناها أن أمريكا هي ما زالت تتحكم في العراق حتى بعد الانسحاب. يعني تدخل يعني السفيرة الأمريكية في بغداد بأنها تدي أمر لمقتدى الصدر بالانسحاب قواته، ده معناها أن أمريكا ما زالت هي مش اللي مسيطرة في العراق، هي النافذة في العراق، يعني هي اللي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه. مفيش سلطة تشريعية، مفيش قضاء، مفيش يعني سلطة تنفيذية، الأمور دي كلها إيران يعني ساهمت فيها، لكن في الأخير إن أمريكا مش عايزة الوضع، أو اليساريين والديمقراطيين وأوباما بمعنى أدق مش عايزين العراق إن هو يوصل لبر الأمان في الوقت الحالي. لكن الأمور هناك في العراق هتوصل للحد اللي احنا شايفينه ده، ولا هتوصل لتطور آخر، وإن مقتدى الصدر هيحاول ينزع السكين من على رقبته في إن هو يحاول إن هو يعني يستولى على السلطة بطريقة بأخرى، لأن هو أصبح بقاؤه على قيد الحياة مهدد. يعني إيران مش هتنتظر. القصة كلها برضو إن في شيء مهم جدا، في شيء يعني يبرهن على الوضع الحالي. إيران وصلة لمرحلة من الضعف لمواجهة مقتدى الصدر. إزاي؟ يعني لو قاسم سليماني كان موجود كانت قوته أكبر بكتير من إسماعيل قائمي. قائمي اللي هو خاقان البر والبحر واضح جدا أنه ضعيف، حتى أنه هو زار العراق مرة واثنين، وده هنتكلم فيه في حلقة خاصة، وأن هو مقتدى الصدر رفض لقائه. طب رفض لقاء عشان الموضوع ده يبقى على السطح كده، ان هو ظاهر على السطح ان هم يبقى الوضع على ما هو عليه. لا ما اعتقدش كده، ما اعتقدش ان هو تقسيم التورتة هو اللي شاغل مقتدى الصدر، وان هو مش عاجبه يعني اللي ايران عايزه تدهوله، وان هو عايز امور اخرى. يعني ان هو عايز يعني ايران عايزه الملك اللي هو يستمر، او عايزه ان الوضع اللي في العراق يستمر على هو ما هو عليه، ان تبقى ان هي العراق لا فيها سلطه ولا فيها قضاء ولا فيها اي شيء، تبقى زي ما هي. 9 أشهر العراق باقيه يعني الوضع زي ما هو، ان ما تحسش ان في دوله، ان اللي موجودين كلهم ناس يعني بتسير الامور بس لمصالحهم الشخصيه. لكن يبقى الوضع ما هو عليه، قضاء فاسد ووزراء فاسدين وكل شيء فاسد، والعراق يتم يعني ايه استنزافه اكتر، وان هو يتم حلبه اكتر مما هو يعني محلوب يعني. لكن في الاخير مقتدى الصدر امام ايران، وكل ده على جسد العراق اللي هو بيتم النهش فيه. ولكن هل الجسد العراقي قد ان هو يستيقظ فجاه ويكون مارد؟ هو ده السؤال اللي هيتم الاجابه عليه في الاحداث الساخنه للعراق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.